الحمد لله كنبغي نشكر الجماهير، كنبغي نشكر لعبة صحابية على المجهودات ديال طيلة السنة، ونشكر كاع اللي شارك في فهاد التتويج. الحمد لله المجهودات ديال العام كامل ما مشاتش هباء منثورة، يعني كما كتشوف كنا عابين على بزاف الواجهات، تعذبنا بزاف. الحمد لله كنبغي نشكر الدراري صحابي الستاف اللي كان على راس المدرب فرناندو دا كروز، السراج خالد العسكري، يعني كاع هشام، يعني كاع الناس اللي كانوا. شكرا للستاف اللي جاكم من الخدمه، شكرا للدراري صحابي اللي تعذبنا، كنا كل 3 ايام الشاك واش مجموعه غادي مسافرين، ولكن الحمد لله ملي كتوج بهذه الفرحه. بالنسبه لي انا فرحه سبيسيال، هزيت كاس العرش، واليوم هزيت البطوله الوطنيه. والحمد لله هذا الفوز هذا كان غالي اليوم بالبطوله هذه اللي غاب على الخزينه 15 عام. كنبغي نشكر الجماهير على هذه المسانده ديالهم، وديما عسكر الجمهور. شوف 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 شحال من واحد حضر. الحمد لله احنا فرحانين هذا العام، مشينا الشامبيون ان شاء الله، والعام الجاي ان شاء الله نكملوا على هذا المنوال ان شاء الله. هذه البطوله اللي جابها دول الجماهير العسكريه حيت تستحق، وصبرات واحد الصبر اللي ما كيصبروش الجماهير اخرى. والحمد لله هذا الفوز هذا ديال اليوم اتانا اننا نعطيو البطوله نهديوها للجماهير ديالنا، واللعابه كانوا رجال الحمد لله. والحمد لله وختام وامسك. واش مسؤول كتعتقدوا حاسمين على الغول؟ لا الحمد لله كيما شي فريق ديال اتحاد طنجه راه خاص معانيد هذه المرحله ديال الرسول هذه، يعني حقوا على اكثر الانتصارات، واليوم حرجونا لدرجه اننا صافي في الاخر حتى ولينا فاقدين. حنا كنا كنتفرجوا من المدرج ولينا فاقدين والامال حيت صافي ودخلنا الشك، ولكن الحمد لله الدراري بقاو كونسونطري حتى لاخر لحظه، والحمد لله جا ضربه جزاء اللي هي مستحقه، والحمد لله بطوله شريفه. الحمد لله بافريقيا كيتوج بلقب البطوله دوك البطوله الوطنيه ذكورا واناثا، وايضا الفئات السنيه الاكاديميه الجيش الملكي في منافسات بلاي اوف، وهذا تاكد العمل القاعدي على جميع المستويات داخل زعيم كره القدم الوطنيه نادي الجيش الملكي. رساله شكر ما غتكفيش هذا الجمهور، جمهور كيعشق الفريق اكثر من الالقاب، ولكن ملي كيتجمع حب الفريق مع الالقاب فالاكيد ان الاحتفال كيكون له طعم خاص. شكرا للجماهير اللي ساندت الفريق ماشي اليوم وانما من الجوله الاولى حتى الجوله الاخيره، من الدقيقه الاولى حتى الدقيقه الاخيره في جميع المباريات. جماهير اللي ظلت دائما رفقه فريق الجيش الملكي، تحملت عناء السفر، مشاق التنقل، وكرسات الارتباط ديالها والعشق ديالها والتعلق ديالها، فريق مرجعي متقلب الالقاب، زعيم كره القدم الوطنيه نادي الجيش الملكي.